السلام عليكم الاخوان الاخوات، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش انكم تخلق على واحد الويندوز اللي كيطلب منكم الباسورد. تقدر انك تكون نسيتيه او شي صديق ديالك نساه، فبارطاجي مع هذا الفيديو هذا. غادي نوريك كيفاش تدخل على اي ويندوز كيطلب منك باسورد واخا ما تكونش عارفه. اذا اول حاجه كما كتشوفوها هو معنا واحد الحاسوب اللي واخا كندخلوا المود باس ها هو ما كناش عاقلين عليه. المهم دايرين راسنا ما كناش عاقلين عليه. انتم كما كتشوفوا كيطلب منا المود باس، فما يمكنش لينا ندخلوا. اذا شنو الحل؟ الطريقه هي بسيطه. اول حاجه غادي نحتاجو هو اننا غادي ندخلو لواحد الموقع سميتو هيرنس بوت سي دي. هاد هيرنس بوت سي دي تو سامبلومون غادي نتيليشارجيو هاد لوجيسيال هذا او عفوا هاد نظام التشغيل، ومن بعد غادي نحقوه على كلي يو اس بي عن طريق استخدام هاد روفوس هاد البرنامج هذا. طبعا الحال ملي غادي دير هاد روفوس هذا، من بعد غادي تكون عندك الكلي ديالك اللي غادي تخدم بها. ملي كتوجد اليو اس بي ديالنا كنخشيوها في البي سي، ومن بعد كنبوتيو منها. كنختارو اليو اس بي وكنمشيو لميني ويندوز اكس بي. ملي كيقلع النظام كنمشيو ل اتش بي سي دي منيو، من بعد كنمشيو بروجرامز وكنمشيو باسورد كيز، من بعد كنمشيو ويندوز لوجين، من بعد كنمشيو ل ان تي بي ايديت. من بعد كنختارو اللوجين ديالنا اللي هو هنا عندنا رغيب لايف، كنكليكيو على تشينج باسورد وكنديرو الباسورد الجديد. الا كنا بغينا نسوبريميو الباسورد فقط كنخليو هاد جوج مساحات بيضاء وكنديرو اوكي، من بعد كنديرو سيف تشينز وهكا سوبريمينا المود باس من هاد الحاسوب. اذا سيداتي وسادتي، قمنا الان بغوديماراج ديال الويندوز. كما كتشوفوا فالويندوز كيحاول انه يدخل اوتوماتيكمون، ما طلبش لنا المود باس كل مره السابقه، وهذا الشيء راجع لاننا سوبريمينا المود باس باستخدام هيرنس بوت سي دي. كنتمنى انكم استفدتوا معايا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا لا فيديو مع الاخوان ديالكم والاصدقاء ديالكم، وما تنساوش انكم تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. نشوفكم فيديو قادم. دمتم في امان الله.